السلام عليكم. طبعا اليوم اول ما طلعنا الصبح للشغل كان عندنا شغل بهذه الصاله، لازم نطبق الارضيات مالتها. اشتغلناها ارضيات بورسلين 60x60. طبعا هنا ببدايه العمل اول ما جينا الصبح هذا كان عملنا. تابعوا الفيديو للنهايه وان شاء الله تعجبكم النتيجه اللي اتمنى منكم، وتخلونا لايك ومتابعه، وخلينا نشوف النتيجه بنهايه الفيديو. وهنا بعد ما كملنا العمل مالتنا هذه النتيجة اللي أتمنى منكم، تخلونا لايك ومتابعة، دعم وتشجيع على مود نستمر بالنشر. واللي عنده أي استفسار أو ملاحظة بخصوص العمل يكتب لنا بالتعليقات وتدللون.